متحور جديد لفيروس كورونا شديد الخطورة ومميت وسريع الانتشار، هذا ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا أنه منسوب لوزارة الصحة. فماذا يحدث؟ وما حقيقة هذا الأمر؟ وما تفاصيل هذا المتحور وأعراضه؟ كل التفاصيل سنستعرضها لحضراتكم من خلال تغطيتنا. خلال الساعات الماضية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور منسوب لوزارة الصحة تحذر فيه المواطنين من متحور جديد لكورونا، وأن هذا المتحور مميت وشديد الخطورة كما يصعب اكتشافه. وأثار هذا الأمر جدلا وقلقا كبيرا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدوره قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان للتأكد من حقيقة هذا الأمر. وجاء الرد من وزارة الصحة ينفي تلك الأنباء تماما، حيث أكدت أنه لا صحة لظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشافه. وقالت أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة، وشددت على أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر، ولم يتم رصد أي متحورات جديدة بخلاف ما أعلنته الوزارة على قنوات اتصالها الرسمية، وهو متحور GN1، وتعتبر معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور منخفضة وبسيطة الأعراض، ولا يوجد أي أعراض إكلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا. ونوهت أن مصر تمتلك برنامج ترصد للأوبئة يختص بتتبع كل الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفي حال رصد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها. وأشارت أيضا إلى حرص الوزارة على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية جديدة لمنع دخولها للبلاد. ونشدت الصحة المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. كما نشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتدي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة. والآن هنوضح لحضراتكم ما هو متحور كورونا الجديد JN1. هو نسخة متحورة من BA286 ويحتوي على 20 طفرة على بروتين سبايك، وهو ما كان مصدرا لقلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة. وتعمل منظمة الصحة العالمية حاليا على متابعة عدد من المتحورات ذات الاهتمام المرتبطة بأوميكرون بما في ذلك JN1، على الرغم من أن أي منها لا يعتبر مثيرا للقلق، لكن JN1 ينتشر بسرعة في العديد من أنحاء العالم، ربما لأنه يحتوي على طفرة إضافية في البروتين الشوكي. وعثر على JN1 في العديد من البلدان حول العالم بما في ذلك الهند والصين وبريطانيا والولايات المتحدة، فهو حاليا النوع الأسرع نموا في الولايات المتحدة وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقائية منها، حيث يمثل 15-29% من الإصابات. وقالت منظمة الصحة العالمية أن الخطر على الناس منخفض حاليا وأن اللقاحات الحالية توفير الحماية، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الأدلة محدودة حول مدى فترة قدرة JN1 على التغلب على المناعة التي توفرها اللقاحات، وأنه لا توجد تقارير عن إصابة الأشخاص بهذا المتغير أكثر من المتغيرات السابقة. وقالت أنها ستواصل مراقبة جميع البيانات المتاحة بشأن هذا الفيروس وغيره من السلالات، وحذرت من أن كوفيد وغيره من الإصابات قد ترتفع هذا الشتاء، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع الإصابات بفيروسات الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي RSV والالتهاب الرئوي لدى الأطفال في نصف الكرة الشمالي. والوقاية وللوقاية من العدوى والإصابة الحادة بهذا المتحور، نصحت منظمة الصحة العالمية باتباع هذه الإجراءات التالية: ارتداء الكمامة في المناطق المزدحمة والمغلقة، تغطية الفم عند السعال والعطس، تنظيف اليد بانتظام، أن نكون على اطلاع دائم بالتطعيمات ضد فيروس كورونا والإنفلونزا خاصة إذا كانت من الفئات الأكثر عرضة للخطر، البقاء في المنزل إذا كنت مريضا، أيضا إجراء الفحوصات اللازمة حال وجود أعراض.
ومن جانبه كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عضو منظمة الحساسية العالمية في تصريحات صحفية عن أعراض المتحور GN1، وقال إن الأعراض الأولية لGN1 هي نفسها الموجودة في المتغيرات السابقة، وتتمثل في التهاب أو حكة في الحلق وتعب وصداع واحتقان وسعال وحمى وإسهال، ولكن لا تزال اللقاحات فعالة إلى حد ما، ويتمثل تأثيرها كالتالي. فعلى مستوى الفرد المصاب لا تمنع العدوى، ولكن تمنع تطور العدوى للمضاعفات وتقلل من حدة العدوى. وعلى مستوى المجتمع تعزز مناعة المجتمع، وعلى مستوى الفيروس فهي تقلل من نشأة المتحورات. ونصح باتباع عدة إجراءات للوقاية من متحورات فيروس كورونا الجديد، وهي عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج، استخدام الكمامة في كل مكان بتجمعات أو وسائل المواصلات أو قاعات الحفلات، تغطية الفم أو الأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال، غسل اليدين بشكل متكرر مع تطهيرهما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية، الامتناع عن المصافحات أو العناق أو القبلات، تهوية الغرف بفتح النوافذ والأبواب 3 مرات يومياً، تجنب الأماكن المكتظة، النوم مبكراً على ألا تقل المدة عن 8 ساعات، وعدم السهر لتقوية المناعة، الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر، ممارسة الرياضة كونها تعزز المناعة وتوفر المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ، وإن تعذر ذلك فالمشي من أفضل أنواع الرياضة، مع العلم أن هناك علاقة بين عدد خطوات المشي والوقاية من أمراض العصر. تطعيم الإنفلونزا الرباعي خاصة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأطقم الطبية، مع العلم أن تطعيم الإنفلونزا بغير مسار كورونا، تطعيم المسنين وذوي الأمراض المزمنة بلقاح كورونا خاصة الجرعات التعزيزية، تنظيم أي تجمعات في الأماكن المفتوحة جيدة التهوية، تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مع المداومة على تطهير دور العبادة. وأوضح أنه لا توجد حتى الآن توصيات بالحد من السفر، لكن التوصيات ما زالت قائمة بخصوص التجمعات والمناطق المزدحمة والتي يراعي عند تنظيمها ما يأتي: أن تكون في أماكن مفتوحة، الالتزام بالتباعد الجسدي، التهوية الجيدة، التنظيف المستمر، التطهير المستمر للأسطح، ارتداء الكمامة في كل مكان مغلق أو مزدحم، وأنه لا يمكن عودة الوباء للوضع الكارثي السابق لأن المتحورات الجديدة أقل في الضراوة والفتك، كما أن المناعة المجتمعية صارت أفضل بسبب المناعة المكتسبة من العدوى بالتحورات أو التطعيمات ضد كورونا أو كليهما، فضلا عن أن المتحور لا يشمل أي مخاطر حتى الآن ويمكن اعتباره كنزلة برد سريعة الانتشار. أما فيما يخص دور البرد المنتشر حاليا بين المواطنين والذي يظنون له علاقة بالمتحور الجديد، فأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن دور البرد المنتشر حاليا مثل الفيروس المخلوي وينتشر في الشتاء، ويجب أخذ الاحتياطات وغسيل الأيدي باستمرار بالماء والصابون. ونوه أنه ليس هناك خطورة من هذا الدور لأن المصاب به لا يحتاج الدخول إلى المستشفى، وبالنسبة لفيروس كورونا فأكد على أن هذا الفيروس انتهى كوباء عالمي منذ عام، وهذا الأمر بإعلام من منظمة الصحة العالمية منذ عام تقريبا، كما نصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالتطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية. وإلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تغطيتنا، نتمنى السلامة للجميع، نشكركم على طيب المتابعة وإلى لقاء جديد.